لقيتهم متوجهين لمدينة خان يونس بعد ما سحب الاحتلال الإسرائيلي من داخل مدينة خان يونس. راح عشان يشوف حجم الدمار اللي خلف الاحتلال وراه. يعني كمية دمار حتشوفها حتنصدم أقسم بالله. كل مكان مدمر، كل بيوت مدمرة. في واحد مش لاقيها والتلتين الطقطقات المسكينة. طبعا هذه كلها اثار الدبابات، شايفين هذه اثار الدبابات. طلع الدمار هان، طلع حجم الدمار. يا الله يا الله الدمار. يا الله حجم الدمار. يا الله الله. مش عاجب الحرمية بكل غميض كرزيه. شايف صورة البنات؟ حرفياً المكان مدمر بالكامل بالكامل. كل المنازل مدمرة. طلع يا الله حجم الدمار. تصور صح الحق يا تصور طبعا صح الحق يا ودي. حزن ابو نسب حزن. يا الله هذا بنعمله خمسة طوارئ. خلوها طبقة. نعم. فيش ولا دار واقفة. ولا دار. ولا دار. هذا بطن السمين. أنا عارف بطن السمين. هذه منطقة البطن السمين. لما كنت تتذكروا لما كنا نحكي لكم الاحتلال أو الدبابات توغلت في البطن السمين وحي البطن السمين. هذا هو البطن السمين. شايفين الدمار اللي خلفوا وراهم. هذا الشارع كاهن بتخش عليه. أنا في حد عنده في الدار بس بيطلع عشان بيصور مصور. يا الله تعال مرة البيضة هاي. شوف يا الله حجم الدمار يا جماعة. الدمار في خان يونس. خلينا بدنا نرجع على الشمال وعلى غزة. مش هنقدر نمشي.
الله يحيينه. هاي اسمها لين محمد البشيتي، رياضيات. يا الله، يلا يلا، اقسم بالله صعب الواحد يمشي. يا الله يا ساتر، صعب الواحد يمشي من كتر الدمار. صعب صعب، احنا قاعدين يعني فعليا قاعدين بنموت واحنا بنمشي بس من كتر الدمار. يلا توكل على الله يا زلمه. السلام عليكم. جد احنا وين؟ اقولها ترنسفة حرفين يا جماعة. الدمار هذا وحجم الدمار هذا بس كنا نشوفه في الأفلام الوثائقية، بس هينا شفناه على أرض الواقع. هاي زلنا فوق راسنا. الله يسلمكم يا رب. الله يرضى عليك. هذا أساس صيدلية الطيبة وفي معالم. يا الله يا الله، هذه هي قلعة برقوق يا جماعة. متخيلين انه هذا المكان كان عبارة عن مسجد؟ والمسجد كان أكبر مسجد في مدينة خان يونس، مسجد كبير. الله، ولا مبين له أثر، ولا أثر، ولا أثر. حسب الله ونعم الوكيل، ما في أثر للمسجد أبداً، أبداً. أنا بحكي لك أكبر مسجد في قطاع في مدينة خان يونس، أكبر مسجد. شو مبين بالمرة؟ لا مبين مئذنة، ولا مبين قبة، ولا مبين باب، ولا حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي قلعة برقوق. قلعة برقوق تعد من الأماكن الأثرية في مدينة غزة. دمرت بالكامل. المسجد الكبير في مدينة خان يونس
برضه دمر بالكامل، السوق دمر بالكامل، كل المنازل، كل الأسواق، المساجد، الكنائس، كل مكان موجود هنا في مدينة خان يونس دمر. وأنا بس بفكر في شغلة واحدة، إذا الدمار هيك في مدينة خان يونس فما بالكم في مدينة غزة والشمال، كيف حيكون حجم الدمار؟ إذا هان الدمار هائل ولدرجة إن إحنا يعني فتحين تمنا من كتر حجم الدمار، فما بالكم لما نروح على مدينة غزة ونشوف الشمال ونشوف حجم الدمار هناك، إيش ممكن نحكي عن أو إيش كيف ممكن نوصف إحنا حجم الدمار لما نشوفه هناك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الحربي في أجواء مدينة خان يونس. يا الله حجم الدمار، طلع ولا بيت واقف حرفيا. طلع بعين الله، الله يعينكم.